أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ألو ألو، إيه سمعانتك تقبرين سمعانتك، شلونك شلون صحتك؟ ولك منيحة منيحة، دريتي إيش صار ولا لسه ما دريتي؟ يو والله ما دريت، هاتي لشوف إيش في إيش صار. ولك علي صار بأم فهمي. إيش بأم فهمي؟ لسه من يومين حكيت معه الصلاة ولك لا لا لا، ما صار لشي ما صار لشي المرأة. لك ايش في رعبتيني، يخرب بيتك بقية لهالبحصايبة، ايش في؟ صابة مرض النحس هي وولادك، ايش برا وبعيد. شو؟ نحس؟ صار معها بالضبط يعني؟ ولك ايش ما تعمل؟ ايش ما تساوي النحس وراها وراها؟ ايش ما تعمل النحس وراها؟ لوقت ما جندت وطع عقلك، مثل ما عم بقول لك ايش برا وبعيد. لا 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 لا، الله يبعده عنا وعن كلك. لك تقبريني انا حيطة الطبخة على النار وما بدي اياها تحترين. ليك اسمعيني، ما تحكي لحدا ها، مو مشان شي، عشان ما يقولوا على انت حسين صايرة رواصة، بتعرفي انه الناس بتحب تلت وتعجن يعني. لا يوم ما بجيب سيرتك، لا تاكلي هم، الله معك باي. سلام سلام سلام، عاملي حالك بتحبيني، بقص ايدي من هون اذا ما فتحت الدنيا هلا. ريتو كان صابك النحس الك مو لان فهمي، العين بتطرقك. يو منين طلبتي هي بالقصة هي؟ اه النحس قال الصبح اشرب الكاس مي احسن شي. يو يو، من ايمتى بتقطع عنا المي؟ نحن من يوم ما بتقطع. يو لك انا انا بدي حطيتها وين راحت؟ لا لحظه شوي لحظه شوي، كل شي لنحسها. عباده يا بطيخ، يلا يلا ايش بك امي، ايش فيها تعيطي بسرعه؟ بتطير طيران عن شي عطار او شي سوبر ماركت، ايش في عنده بخور بتجيب لي اياه بسرعه بسرعه. هلا انا ماني فهمان ليش بدك، بس يلا ثواني بكون عندك. امي فتت لك المنطقه كلها، ما لقيت لك بخور. شو؟ يا ربي تستر يا ربي تستر يا ربي تستر. لك هلا انت بس قولي لي ايش في صاير، انا بفيدك ها على فكره، يعني بس قولي لي ايش في. قولك النحس قولك النحس عبادة، النحس النحس. شو نحس؟ لك صح، هذا المرض خطير، كثير حذروا كثير كثير حذروا منه، نحن ما لازم نستنى طويل. اي طيب ايش نعمل لك؟ في عندك حل؟ قول لي ايش نعمل. هاتي 300 ليره امي. وليش بقى 300 ليره؟ قولك هي رفيقي بيعرف شيخ بيكتب حجابات، انا بدي اخليه ياخذني لعنده عشان يكتب لنا حجاباتنا كلياتنا لحتى ما يصير معنا هذا المرض. اي لا اذا هيك تكرم عيونك مسوك، هي بدل 300 500، وما بترجع تجيب معك كل الحجابات ها مسوك. هاتي امي هاتي، ان شاء الله ما راح ارجع لوقت ما اجيب حجابات كلياتهم معي، باذن الله انا اللي راح انقذ العيله ان شاء الله. عباده انت اللي راح تنقذ العيله ان شاء الله. وانتو يا حلوين لحد الان اللي ما حط لايك سلخوا لنا لايك، واللي ما اشترك بالقناه كمان يشترك بالقناه، ما عبدت كوسي صغيره من الساعه 400000، كلكم اشتركوا بالقناه حتى من الساعه 400000، وتحت بصندوق الوصف في رابط حسابي الانستا، ما حدا عم بيجي بتابعنا منه بقى، انا شايفكم بس عايفتكم كلكم بتجوا تشتركوا، وبنفس الوقت كمان جبت لكم برنامج كثير حلو شلون بتغيروا صوتكم اذا عم تلعبوا لعبه ببجي، او اذا حدا اتصل عليكم وما مسجل اسمه، او كثير برامج حلوه كمان تحت باول تعليق مثبت في الرابط، ادخلوا على الرابط وكل البرامج موجوده، حملوها مجانا كثير رح تستفيدوا. شلونكم؟ ايش صار معه هات؟ يو عبيده شبك؟ امي الباب ما عم ينفتح، شكله هذا من النحس ها؟ يلا حاول حاول عبيده حاول، لا تخلي النحس يسيطر علينا حاول. انا حادخل بسرعه احكي مع رفيقي وخليه يوديني لعنده بسرعه. بسيطه يا استاذ عبيده. قولك شلون قدرت اضحك عليها؟ رح اخذ المصرات وروح على رفيقي نسهر لنا بشي كافيه. نحسو بطيخ. خليني اعدي اخده ونروح لنا شي مشوار على شي كافيه. ابو شريك حبيب الملايين، جهزي حالك خلال 5 دقائق بدي اعدي لعندك اخذك ونروح نسهر باحلى كافيه اللي بدك اياها، مصاري بحر. لا 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 مستحيل، لا تفكر حتى مجرد تفكير لا تفكر. ابوي حس علي اني عم بحكي مع بنات، راح صادر مني تليفوني واخذ مني كل مصرياتي وحبسني بالغرفه وقال لي مبسوط تطلع طاول. قولك غبي من يوم يوم مكروه. سلام سلام سلام، روح خرب بيتك، الواحد ما خد يستفيد منك طاول اصلا. ادق له بالزيك. ابو الزيك حبيبي ملايين، شوف بدي اقول لك هالمرات عشان ابسطك،
10 دقايق معدل عندك بدي اخذك ونروح نسهر كافيتيريا المدينه سهره للصبح ومصاري كثيره تاكلهم. والله كان بودي يا ابو شريك اروح معك بس مرضان وتعبان كثير وصوتي ما عم بطلع لك حتى هلا بالزور عم بحكي معك شايف. ولك اصلا انا ما عندي رفقات انا ما عندي رفقات انا عندي حيوانات انا ما عارف انا رفقاتي اصلا ما عرفت وقت بكون معي بالصوت واحد ما مرضان واحد عم بفطس واحد ماسكه ابوه طول ما في مكان. لك انا ليش ما ادق لسوزي بدق لسوزي باخذها معي. قولوا دخيل هالصوت انا سوزي شلونك. الو عزيزي المشترك ليس لديك رصيد كافي لإتمام هذه المكالمة حاليا يرجى مراجعة طيب بعد الوصول عن سوزي خلص الرصيد وشكرا وكان ايش الحظ ليلي ايش الحظ ليلي. يلا معي 500 برو بسهر لحالي ما بدي اخذ معي حدا. وين 500 ولك الله اخذتها منك انت جامي 500 وين طبيت لك 500 وين راحت لك الله كانت معي. لحظة ايش شو هاد؟ ايش هالكتاب هاد؟ انا اول مرة بشوفه. معقول صابني النحس انا؟ لك تميت اضحك على امي لحتى ما ضيعت 500 والله شاكني صابني النحس انا. ايش هالكتاب انا اول مرة بشوفه ايش شو هاد الكتاب؟ ها تعلم عوارض النحس استكشف اذا كان قد اصابك النحس ام لا. ما هو النحس؟ انواع النحس كيف تتعامل مع انواع النحس؟ كيف تتخلص من النحس نهائيا؟ لا بقى لا بقى شكل اكلت عيننا في مجال. اول شيء خلينا نستكشف ايش هو النحس. اول شيء ايش هو النحس؟ هو مرض خطير يصيب المرء جميعا ويؤدي للفشل في كل شيء. عبالة عبالة انت اخذت ال 500 تيرا اللي كانت تحت مخده امي؟ ايه والله طرف شك تربش ولك ال 500 كانت تحت مخدتي وينها يا حرامي سرقتها؟ لك امي مو انت اعطيتيني 500 عشان اروح اجيب فيه حجابات دقيت رفيقي ما رد علي عشان هيك ما رحت انا هون. قولك شو بكون ايش في ليش عم تعيطوا صوتكم طالعه؟ تعال شوف ابنك الحرامي استاذ ما بكفي سرق مني 500 لا وعم طالعني كذابه كمان. يخرب بيتك يعني سرقت من امك 500 تيرا مرقنا لك اياها قلت عنك كذابه كمان مرقنا لك اياها حيوان وصيتك معبي الحاره كلياته قلنا فيها وما فيها بس بتلهط من امك 500 تيرا يا لي ما بتخاف من ربك ولك هي 500 بتعرف ايش عم بقدر بعيش فيها. يخرب بيتك عم بدك حقيني طولوا بالكم طولوا بالكم. خليك تستاهل ضربوه ضربوه هذيك المرة أخذ كل مساعتي مني ضربوه. عبادة عبادة والله العيلة برا صايرين عم بينسوا كتير لك أمي نسياني اسمه أنا حبيت أقول لك بس عشان تستفيد تشاو. آخ عيني آه عم بينسوا قلتيلي وراحت كمان. وين الكتاب؟ خليني اقرا شوي. ها عوارض النحس يصيب جميع الذين اصابهم المرض بالنسيان. اختاري صح معناته مزبوط نحن اصابنا النحس. انا لازم اشوف حل مباشره اذا اردت التخلص من النحس عليك باطاعه امر كل الاشخاص الذين قد اصابهم مرض النحس والا سيتحول هؤلاء الاشخاص الى زومبي. قولي الى زومبي ما زومبي ما عاوز تحول كل عيلتي لزومبي؟ لا خلاص انا بسامحهم كلياتهم هم مرض بطيخ النحس يروح من عندنا بقى بس. لحظة انا ايش عم بعمل؟ لازم اطيع امرهم عشان ما يتحولوا لزومبي. بسيطة دعمت جودة دعم تعالوا حيلة بقى تعيدها طاوة ها مسوك خد هاي العشر ليرات زي اشتري اكلات لك مسوك هات عبادة هات والله عشرة نظامية خلاص انا اسف وما عاد ارجع عيدها طاوة. لك شبه هذا الجدبي عطاني عشر ليرات. كيف تتخلص من النحس نهائيا؟ انا لازم اقرا صفحة كلها حتى اعرف ايش رح يصير. لا لحظة أنا سويت
هلا بتحولوا كلياتهم لزومبي. والله بالغلط طول بالكم، ترى اسمعوا مني، انا راح ارجعكم لعائلكم، راح ارجعكم ما كنتوا بسوا لكم، راح يقرب مني طول بالكم، وعقل حدا يقرب لي قبل تحكي. ايش الحل؟ ولك هدول ممكن يفتسوني، الله ما في مخنا عندي، ولي على قضيتي ولي. هاي اكلت يا ملعون، هاي اكل مالك الغبي، والله ما كنت متوقع انه الفيس بعلم كثير شغلات حلوه. معلم بابا والله معلم. نعم يعني طلع مقلب لك، حتى الكتاب طلع كذب، عم تضحكوا علي انتو. قولك يا هديش مبين كتاب طباعة جديدة، طباعة يدوية، طبعته على ايدي وعلى كيفي، بعدين في شيء اسمه نحس يا غبي. ايه بس طبعا كل فضل بيرجع لإلي لانه انا ممثلة محترفة جدا. والله عيب عليكم ها، انا عن جد اتضايقت كتير. شو هاد اتضايقت يا حشرة؟ والله ممتاز، صار لي 20 سنة عم بدور على شغلة تضايقك لأنه دمك سميك ما بتضيق، هلا رح أخليك تتضايق بس على طريقتي. طول بالكم بابا، يعني مو كل مرة نعمل نهاية الفيديو تهجموا علي وتطربشوني، والله شبعت أكثر. طب إيش رأيكم هالمرة نغير هيك نعمل غياش كذا، هالمرة كلياتنا بنهجم على مجودة، إيش رأيكم؟ نعمش؟ والله فكرة حلوة. نعم؟ لا 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 بابا ضربوني، لا ضربوني إلي، ضربوه لو أنتوا أحسنتكم تعملوا خطة عليه ما علي، عشروا الفيديو معي، لا تضربوا علي أنا ما عملت شيء، ضربوه لو مو إلي. قولك لا يا أجداب، رح ننهي الفيديو بس بغير طريقة، يعني رح نخليه ياكل قتل، بس مو مننا، منك، بسوق أنت تضربه. إذا هيك موافق. وقف مجودة، خد بابوجي معك كمان، أحسن. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. رب تقبلني مع الشهداء.